غرفة. عندك المعلومة قبل؟ لا أو تعطيش حكي كده. هذا ثلاثة عسكريين واثنين فنيين، عدا الشهداء المدنيين لا أحد فيه يتحرك فيها إلا بموجب أوامر عسكرية. بالوقت اللي كان العالم يعتقد أن داعش أصبح أمرا واقعا والإرهاب أصبح دولة ذات سيادة، استطاعت مكونات شمال سوريا بتحالف يعبر عن إرادتها هزيمته وملاحقته حتى داخل عاصمته. سقوط العاصمة لأي مشروع سياسي أو مشروع عسكري يعني رمزيا هو انتهاء المشروع من أساسه. الآن نحن في الرقة ونلاحق فلول التنظيم الإرهابي في كل أراضي سوريا. داعش يدين نما للسرية بمن يعني اعتبار كويت دالي الدنيا ده نما نكاري دي اعتبار خوفا قرني وكي كود خاو دكر ددان نشاندان كو انو ويد دنيا حميد تيخم من دست خاو يرشي هار داريت كرن باركيم ددام بيش يعني بيش اروج ده چالاكين ين او انتحاري بكن او بكن وكي دين داعش وكي قواتكي ده 1400 ده كرابو سرخاو يدي خورتبون واك خوب خوب مني يدي داعش نما